السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى صحابي وأحلى حبايبي، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. مطبخ ماما فوفة، هنعمل فتة البدنجان إن شاء الله النهاردة. العيش قطعنا رغيفين اتنين، 3 حبايات بطاطس مكعبات كده، والبدنجان قطعناه مكعبات، و 3 حبات بدنجان وحبايتين طماطم، حطيت عليهم مقطعاها برضو مكعبات، حطيت عليهم ثوم وكمون وملح والمايونيز وكاتشب. ساعات في ناس بتعمل زبادي، بتجيب زبدية واحدة وتحط عليها معلقة طحينة، تحط عليها معلقة ثوم مهروس وعليها شوية كمون وشوية ملح، وتروح حطها على وش الفت. احنا هنحمر الحاجات دي وهرجع لكم تاني. انا هعملها بالمايونيز وهنرجع لكم تاني. خلصت اهو تحمير البطاطس اهي، وتحمير البدنجان، وتحمير العيش. هحط البدنجان، هحطه في قلب الصينية ده زي ما انتوا شايفين، وهحط عليه البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وهحط عليهم الطماطم بعد ما اعصر عصرة ليمون. وهروح حطها عليهم وهروح مقلباه، مقلبة كله علشان التوم التومة والليمون والكمون والملح يندمجوا مع بعض، يبقى مع البصل اللي البطاطس والبتنجان زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم في ناس بتعمله بالزبادي، بتجيب زبدية وتحط عليها توم، فصين توم مهروس ومعلقة طحينة، وتقلبه جامد في بعض، شوية ملح شوية كمون، وتقلبه جدا كتير على بعض، وتروح بقى ايه حطهم على الوش. انا هحط مايونيز، انا هحط مايونيز كده، خليكم معايا. بقت كده فتت الرمان، فتت البدنجان مع همبرجر، وبقيت العيش حطيته معاه كده زي ما انتوا شايفين كده، بقيت العيش فيها اهو. رصيت عليه العيش المقرمش على الوش، وهحط شوية دبس رمان. حطيت عليه شوية دبس رمان، هو بقى كده فتت البدنجان معاها البطاطس محمرة، بدنجان محمر قطعناه مكعبات، 3 بدنجانات، 3 بطاطسات برضو قطعناه مكعبات وحمرناهم، ورغيفين اتنين عيش حمرناهم، و3 طماطمات برضو، 3 حبات طماطم قطعناها وحطينا عليها كمون، وحطينا عليها فصين ثوم مهروس وملح وعصرة ليمونة، ورحت بعد ما حمرت البدنجان والبطاطس حطيتهم على بعض، وحطيت عليهم الطماطم، ورحت حطاهم في صينية زي كده،
ورحت حاطه لهم المايونيز ورصيت على وشهم العيش المقرمش. هي بقت كده. ما تنسونوش بقى في الاعجاب بتاعكم في سبسكرايب للقناة علشان اقدر اقدم لكم كل جديد وتعليقاتكم. وألف هنا وشفا.